أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام إلى جولة في الصحافة، والبداية من الصحافة البريطانية والدايلي ميل، والذي كان مخاطر الصراع على السلطة تنبئ بتفاقم الأزمة في ليبيا عنوان مقالها، حيث أوضحت أن تصاعد وتيرة الصراع بين الفصائل المسلحة المتصارعة على السلطة يهدد بانزلاق البلد في فوضى، وذلك بعد سقوط داعش في معقلها بمدينة سرت. وتوضح الصحيفة أن صراع الدائرة في ليبيا صراع على السلطة والنفوذ، مبينة أن خليفة حفتر هو من يقود صراعا من شرق ليبيا، وذلك ضد حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة غرب البلاد. وقال المحلل بالمجلس الأطلسي محمد الجارح إنه من المرجح أن تتصاعد وتيرة الخلافات، كما أن أصوات الحرب هي الأعلى، لاسيما بعد استهداف قوات مصراتة من قبل حفتر بسلاح الجو. وتقول الصحيفة إن حكومة الوفاق في طرابلس تأمل في وقف إطلاق النار، ولكنها فشلت في فرض سلطتها على جميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي ترفض فيه قوات مسلحة شرق ليبيا التنازل على السلطة بقيادة خليفة حفتر. إلى الصحافة العربية وصحيفة العربي الجديد، حيث قال الكاتب عبد الله الشريف إن منطقة جنوب غرب ليبيا تشهد حضورا متناميا لقوات خليفة حفتر بعد عدة محاولات باءت بالفشل للسيطرة على مواقع استراتيجية وعسكرية، والتي صدتها الكتائب المتواجدة في المنطقة بدعم أهلي كبير. وتمتد المنطقة التي يسعى حفتر ومواليه للسيطرة عليها أو التواجد فيها من منطقة الجفرة وسط الجنوب شرقا إلى المناطق المتاخمة للحدود الجزائرية غربا، وصولا إلى مناطق الحدود التشادية النيجيرية جنوبا. وتسيطر كتائب القوة الثالثة المكلفة منذ عام 2014 بتأمين الجنوب الليبي على قاعدة تمنهنت الجوية القريبة من سبها، إضافة إلى مواقع عسكرية هامة بالمدينة. من جهة أخرى، يغلب الطابع القبلي على الميليشيات الموالية لخليفة حفتر، وأغلبها موالية للنظام السابق، ومن أبرزها حلف قبلي يضم الجذاذفة والمجارحة والتبو، ويقود أبرز المجموعات المسلحة والمعروفة باسم اللواء المجحفة 12 محمد بن نايل، ويتخذ من قاعدة براك الشاطئ الجوية في شمال سبها مركزا له. وتعود موالاة غالبية الميليشيات لحفتر إلى سببين رئيسيين، أبرزهما أن حفتر يمثل رمزا لعودة النظام السابق، فيما يعود السبب الثاني إلى انحياز خصوم هذه القبائل إلى قوات فجر ليبيا سابقا، وموالاتها لحكومة الوفاق في الوقت الحالي كقبائل الطوارق التي خاضت حربا ضروسا في منطقة أوباري على مدار العام الماضي ضد قبائل التبو خصمها اللدود.